فوق وعلي وبلغ سلامي، بلغ سلامي، بلغ سلامي لأهلي وخلي. أين أفتح لك علبة سردين؟ ولا أفتح لك علبة سردين؟ وعصور ليمون بايدي واجيب لك خبز الطابون، بس خليه القروش بايدي، بس خليه القروش بايدي. ولا نقب ملوخيه نقب وافردها عالصينيه واخبي منها شويه يا خطاب خال الشتويه. ولا افتح لك علبه سردين وعصور ليمون بايدي واجيب لك خبز الطابون، خلي القروش بايدي، بس خلي القروش بايدي. وراح نفتح مشروع جديد ايوه ونشتري الاستراحه، هاوي تصير كل ايامنا عيد ايوه وناكل بسكوت وراحه. وراح نفتح مشروع جديد أيوة ونشتري الاستراحه، تصير كل ايامنا عيد وناكل حلق ومراحه. ونفتح لك علبه. والله انك بتحكي مظبوط، انا عميل وانا حاقد على الوطن. عارف ليش؟ لاني ما تمرمقت في تراب هالوطن مثل ما تمرمقتوا في انتو، لاني ما بحب وطني قد ما بحب ملاييني اللي حاطهم في بنوك الغرب. مش مستعد اضحي ملاييني لسفراتي لعواصم العالم عشان اضحي للوطن زي ما بتضحوا. اصلا بلدي ما بعرف فيها اشي، لا بعرف محافظاتها ولا قراها ولا مدنها قد ما بعرف الدخلات والزقق في امريكا واوروبا. تحملوني تحملوني وتحملوا الناس اللي مثلي، لانه المصروف اللي بتصرفوه على الكلاب اللي معايشينها في بيوتكو تصرف على قرى مليانة من أشكالي. من أنت يا مصدي حتى تنتقد علي في القروة كابرها؟ هذا تزدون النواضي غير منتمي. أنا منتمي غصبا عنك وغصبا عن اللي خلفوك. منتمي لهالوطن بدون هدية وبدون رشوة وبدون منصب، لانه اصلا ماليش وطن غيره. وبتحداك انت وياها اذا عمركم سمعتوا في جتم ولا في عيره ويرقى ولا في السماجيه. انت منتمي لهالوطن؟ انت منتمي لهالوطن للي بتهبروه من هالوطن؟ اخلص انت ضارب ومجنون. انا مجنون؟ نعم مجنون. انا راح ادور في الشوارع راسي، راح ادجج في الشوارع راسي. ضحكتوا علينا الارض وبعتوها، والمستقبل طلع وهم طلع سراب، وخليتوا كرامة الناس كلها بالارض، وقفتوا كل الناس قدام البنوك وقدام المدارس عشان يشحدوا كوبونات الاذلال، كوبونات الخبز. ولكن انت ليش تنكر كل منجزات البلد؟ يا زلمة قرقعتونا في انجازاتهم يا زلمة، خفوا علينا يا زلمة. ليل ونهار انتوا تتعبوش يا اخوان، تتعبوش من انجازات؟ اعطونا يوم في السنة بس يوم فيش فيه انجازات، هنشوف عيالنا نشوف قرايبنا الله يخليهم. هسا كل ما واحد سرق له سرقة وعمر له فيلا بتلبسون اياه انجاز؟ شو الانجازات كان انت؟ عن العمارات والشقق والفلل والقصور والكهارب اللي معبي شوارع عمان؟ شو فايدتها واحنا كل يوم بنستنى السفينة تطعم ولادنا خبز؟ اذا بهمك تاريخ هذا البلد، هذا البلد كان يطعم روما بحالها قمح، وبس على دوركو خليته يشحد رغيف الخبز.